هلا بالشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني وأخواتي المتابعين متابعين قناة كويت ليدر؟ حياكم الله في هذا اليوم الجميل الجديد في أصفهان. نحن اليوم سوف نغادر مدينة أصفهان بإذن الله تعالى. قاعد نسوي التشيك أوت من الفندق، حالياً قاعد ننتظر التشيك أوت ونستلم أوراقنا والجواز ونتوكل على الله إلى جراندايزر. خلصنا من التشيك أوت، جراندايزر الله بخير، شلون أمورك؟ تمام؟ رقدت زين؟ يلا أخوي، عشان اليوم مطلوب منك مهمة جديدة على كوكب الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا أغراضنا وضبطنا الأمور يا الحبيب وتجهزنا للأمطار. اليوم مطر في أصفهان وزلق. يا سلام يا سلام، هذا الحجر أنا أدري هل راح نتجاوزه. تمام، بلشنا نسلك. خفف سرعتك. تمام، نبي مكان مظلل بس نسكر بعض الأغراض. يعني أنا توقعت المطر في طهران، ما توقعته في أصفهان، بس عابرة المطرة هذه. بس لأن هني شوارع كلها بلاط وأحجار، عرفت؟ فاحتمال كبير أن التاير يزلق، فخل بالك ألف. أنا هني بوقف أرتب أغراضي، نلبس شغلنا ونسكر كل شيء ونمشي. خلصنا تمام، عطرين مود very good. والله يستر علينا مع هذا المطار. جاهزين يا شباب؟ يلا let's go. يا الحبيب اطلع شوي. هذا محافرين الشارع هني. أنا كلش ما توقعت المطرة هني في أصفهان، ولكن كن مستعدا لأي أحداث. يعني أنا توقعت المطر في طهران، هو ما زال يوم مطر في طهران، بس أتوقع المطرة لغاية المغرب تقريبا كذي، فعلى وصولنا يكون واقف المطر.
نمي فامه فارسي فارسي نمي فامه. الحين نقضب الخط العام ان شاء الله ونتوكل على الله الى طهران. دعم دعم. نيقر عادي وناسي البريك ورجع الريال جزاه الله خير. وصلنا تقريبا الى ميدان الانطلاق على الخط الرئيسي. اتوقع هذا هو ميدان دخول المدينة ونحن راح نمسك الخط الان. هل انتم جاهزون يا شباب؟ البس المطري، البس يلا، جهز قهوتك، اربط حزامك وخلك جاهز يا الحبيب. خوب يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. Good evening ladies and gentlemen، نرحب بكم على متن طائرتنا جراندايزر المتجهة بإذن الله تعالى إلى مدينة طهران. الساعة الآن تشير إلى 1:00 ظهرا ودرجة الحرارة تشير إلى 15 درجة سيليسية. سوف نحلق على ارتفاع 0.5 متر من سطح الأرض وسنسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. مدة الرحلة سوف تستغرق 6 ساعات. الوصول المتوقع إلى مدينة طهران في تمام الساعة 7 مساء. إلى ذلك الحين أتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا ومشاهد ممتعة. Thank you. شوف الحين الغيمة السوداء هذه شوي قاعد نتجاوزها، فإن شاء الله يخف المطر علينا شوي قدام ونتجاوز هذه الغيمة. تجاوزناها مبكر تمام. شاهين شهر تهران، احنا نكتبها طهران، هني مكتوبة تهران.
خلصنا من المطر الحمد لله، وجتنا الرياح العاتية. هوا 1000 رستو أذربيجان كز. أنا ما صبيت بنزين للحين، يعني عندي بنزين ولكن رتبت شوي أموري مع الشاحن مع ال... شلنا الكبر ما دام المطر راح، بس جانا الغبار. طبعا الطريق هذا هم كله شاحنات، طريق كله شاحنات، وطبعا انت بين الشاحنات صراع كالمعتاد، شاحنة قدامك ووراك ويمينك ويسارك، وانت يعني تحاول تنفذ بحياتك لان ما يعطون اعتبار للطريق. عادي تلقى نفسك خبز ايراني، اي خبز ايراني يسوونك خبز رقاق بينهم، فلازم جراندايزر يكافح، وكافح الحمد لله وتجاوزنا كثير من المصاعب. الحين نحن تجاوزنا الامطار والمياه، تضايقت انا في الطريق لان حتى الناس يعني الله يعطيهم العافية اللي كانوا مثلا يبي يصورون ولا يأشرون ولا وهذه الشغلات، يوقف هنا عند ركبي، يوقف هنا يسلم علي، ولا زين انا قاعد ارتبك والارض زلق وماي ومطر، شو اسوي له؟ اقول له خيلي منه اسوي له شيء، سلم عليه مشكور، طق له صوره واحنا ماشيين 1000 ها صوره، او يخفف قدامك ووراك. فلازم تكون منتبه هنا في هذا الطريق وانت على الدراجة. والهواء 1000 الان، يلا احنا راح نوصل كاشان تقريبا بعد ساعة ونص، راح نكون في كاشان. افا رجع علينا المطر من جديد، افا استانسنا انه راح المطر، بس يعني المطر مو اللي هو الشايد، يعني كان بصفهان شوي اقوى، هني اخف. هذه المدينة مثل قرية صغيرة، أحياء قديمة، يعني يطلعك شارع كذي برا المدينة ما يخليك تدش، يعني صغيرة قرية مو مدينة. الأجواء اليوم مكس، عرفت؟ مطر على هواء على زلق على كل شيء، كل شيء مكس اليوم. نزلت الحرارة إلى 14. طبعاً وانت ماشي درجة الحرارة وانت ماشي أقل من هذا المسجل، يعني الحين المسجل 14، بس انت مو ثابت، انت ماشي وقاعد يضرب فيك الهواء، فأنت نزل نفسك 5 درجات عن هذا المفروض، يعني لأن الهواء البارد يلعب دور غير عن الشخص الساكن. قهرود كاشان بوشكان
زارعين هني اشجار وهناك جبال. بس انا ملاحظ شغله في ايران، ما عندهم هوايه او دخول الافرود، عرفت يعني؟ شوف هذه في صحاري كثيره تراها مرينا عليها وجبال، بس ما اشوف يادات او دخول الافرود، ما عندهم هذا الشيء يعني. او يمكن اماكن محددة، بس اللي انا قاعد امشي فيه ما القى دخول افرود يعني. شوف شوارع ما تلقى احد رايح افرود، لا هني ولا هناك ولا. اخذ بالله، اخذ اخذ، ادري هذول سيارات ولا شاحنات ولا. يعني هذه تسبب حوادث مميتة، كلهم ما متعودين يعني. يمكن هم متعودين هذه كوظيفة رسمية والشحن والنقل في اعمال هناك، يمكن اعمال طرق او شيء، بس في لاين قاعد يسوونه. دليجان 55 كيلو، دليجان، دليجان قبل كاشان. انت شايف اللي انا شايفه؟ شاحنات تمسك اليسار ما تمسك اليمين، بس عادي اكسر عليك يعني بسرعة. وهذا ما تدري يمين ولا يسار، خيلي خوب. خل تركيزك عالي بوي. هذه اماكن سيول، شوف هني الجبال و شوف هذا كله سيول هني. سيل طبعا، اذا جاء وقت سيل مثل هذا يمسح كل اللي قدامه، فعشان كذي يمكن ما في طرق او ما في دخول لهذه الاسباب. اتوقع سيل تسببه هذه الجبال. قامت تتبين معي جبال مرتفعة وصخرية، شو الجبال مع الغيوم، بس مبين ان هني ما كان في مطر جايب، ولا كان شفنا سيل عدل، كان شفنا ماي ولا خباري، يمكن المطر ما كان بالكمية الكافية. يعني المطر اللي مرينا عليه يعني لا يذكر، بسيط. كاشان من هنا وأنا تجاوزت اللفة. ريستوران جهان باغ، باغ يعني حديقة الظاهر، باغ يعني حديقة. اي اي صح صح، ترى باغ يعني حديقة. شوف باغداد،
راقدة يعني الحديقة الجميلة. وهني كل مكان يعني أي حديقة مكتوب عليها باب، فلما قاعد أشوف حديقة وأقرأ باب فعرفت أنها معناتها حديقة. يا رباه الرياح قوية قوية جاية من هالاتجاه. هو من قوة الهواء، الهواء قوي قوي، بس زين انه يعني ما في غبار ولا اتربة ولا الارض صخرية قوية، عرفت الارض متماسكة، بس الهواء انا اشوف اني خليت فرعي، من خليت الفرعي ما لقيت شاحنات الحمد لله، وانا كان ازعجوني مع الهواء هذا. ما شاء الله يا جمال المكان، صدق خذيت كذي كوع يسار نزلت تحت هالجبل صد عني الهواء، يعني في هواء بس صده خفيف، وقمت اشوف هذا المنظر شاهد امامك، منظر جميل جدا. شوف هذيك الجبال اللي هناك في عليها ثلج فوق، بس بعيدة. ما شاء الله المكان جميل، الاطلالة بس نزلت هدى الهواء وعطاني فيو، ما شاء الله شيء قوي. الحين اتوقع هذه الجبال قاعد تسوي علي ذرة نوعا ما يعني، بس اهون من هذاك المكشوف. شوف 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 ما شاء الله، انا اشوف سيارة من جايين، انا داش مكان مقطوع بس اهم القى ناس. صراحة طريق مميز، اشوف اني اخذت الفرعي هذا، فكنا من الشاحنات وعطانا مناظر حلوة. بعدين الشارع يعني خاف يعني مو مبلل، شوية ناشف. والله ان المطر اهون من هذا الهواء اللي قاعد امر فيه انا الحين، يعني تخيل بس اسرع، بس اسرع شوية يعني السيكل يروح ينشال ينشال، تخيل الوضع يعني. صعب والله، فاخفف سرعتي عشان وزن السيكل يزيد يصير ثقيل، كل ما اسرع اقلع شي يطيرني الهواء. زين الحين صار بظهري، يلا روح يا جرندايزر هو بظهرك. شوف يا اهون شوي، اوه نفس الشيء، لا اهون هذه كاشان من هنا. بس لحظة أنا بروح مكان بقعد ناخذ بريك، حلو المسير يعني 250 كيلو، فناخذ الحين بريك.
بروح مكان هني بين هالجبال. انا حاط له هني بين هالجبال. وين هني؟ الا يبون يصورون. يلا خب الا نصور صورة وروح. تأشر لي بنية صغيرة تكفى بصور بصور. ما قدرت اقول لها لا. سلام. سلام شلونك؟ يا يسار والله عاد هوا يا معود دير بالكم. تعالي اخذ اوفيس خير وشكر. والله البنية الصغيرة قاعدة تأشر لي كسرت خاطري يا حليلها. خلنا نستانس بس. هو هو يعني عاد انا في كاشان كنت ابي اوديك بمكان في كاشان مكان مثل الدش بر اخر البر في قلعة اثرية على بحيرة يعني المكان جبار. المكان يروحون له مخصوص اهل الهايكنج واهل الادفنتشر يعني راقي راقي وجميل المكان جدا. بس مع الاسف الاجواء ما قاعد تخدمني يعني المكان يبي له ساعة ونص دخول افرود وبعدين نوصل القلعة. بعدها نوصل القلعة لكن الأجواء ما قاعد تساعدني. الهواء قوي جدا يعني الحين الهواء قوي جدا وأنا يعني في الأفرود يمكن راح أزلق منه. إذا أنا بالشارع الهواء كان يشيلني أنا والدراجة كذي وأنا على القار. أتوقع في الرمل راح يطيرني. فمع الأسف يعني هذه الفكرة في كاشان مضطر ألغيها لسوء الأحوال الجوية مع الأسف يعني الشديد. شوف هذا هم مكان سيل عملاق هني من قوة الجبل وارتفاعه تسوي سيل قوي. شوف بيوت الطين خنجة اسم القرية هذه خنجة كلها بيوت طين قديمة. زين هذه شون لما هي السيل ما يطيرها ولا مرتفع عن السيل شوي. وديان وجبال وبراري ما شاء الله. سبحان الله. هالمكان هذا الأفرودي
نقدر نطوفه. Very good. السلام عليكم. ابشار نياسر كجان ابشار ابشار شماي جاده بيجي برو جاده اسفلت اي طريق هاز طريق جابك العربي بيج برو جاده اسفلت افتدي كاميرا سمت راست برو ما خي جاده جاده فر عربه جاده مستقيم برو سمت راست نعره راست مشي كاميرا راست برو اوكي هاز جاده هنا ايه جاده اصلی چفتیدی؟ سمت راست. ها؟ آره عربی بلدی. سلام علیکم. عارفین عربی؟ لا. نو ولا لا؟ نعم. شوف الزهور بقى وتعلم. وتعلم شوف هالشجرة ما شاء الله فيها ورد أبيض. ما شاء الله هذا شلون كذي؟ هلا نمي فاهمة فارسي جاي من يعني ادري من الكويت من البحر عبري شلون والله عبرت من البحر اي بالمركب ايه بالمركب ونزلت بندر عباس ومن بندر عباس لهني ما شاء الله هذه ضيقة غصب ان شاء الله ما يسكرونها عندنا تالي عندنا المفتاح ايه غصب دخلت فيها والله الهواء ثقيل يا الله لا لا غلطت انا بالوقفه عطني ما عليك امر هذه الحجرة هذه ايوه احذفها هني بس ايوه
وطفيه حتى لا يسرع. الله يعطيك العافيه، تسلم. من وين انت؟ احنا هنا عايشين. اي بس وين تكلم عربي؟ عبادان. عبادان اي نعم. ما شاء الله شفت في اصفهان من اهل عبادان وايدين في اصفهان. الله يعطيكم العافيه. زين ماكو من هنا بالايران؟ لا ما في، ما يدخل هذا حق ايراني. إيه؟ ما يدخلونه. انا معطيني مده 30 يوم. قالوا مده 30 يوم ولازم اطلع. احسن. ماخذين تامين وماخذين مثل السيارات هنا، سيارات من عبادان ريديجن هنا الرقم مالهن يختلف. هذا مكان تاخذ فيه استراحة. نشرب شاي قهوة. السلام عليكم. ما شاء الله الناس قاعدين جابين الشلال. شوفوا محدثكم اخوكم كويتي ليدر من امام شلالات نياصر. راح ناخذ استراحتنا هني امام شلال نياصر قبل مواصله الطريق. ما شاء الله هذا ستايل سبعينات. ستايل سبعينات هذا. السلام عليكم. قهوه يا الحبيب. بابا ساعة كنت رينا من السلام عليكم. والله زين قول لي اخدم نفسك. ناخذ قهوة. ناخذ نفسنا يلا. هلا بالشباب. عاد انا نفس ما قلت لكم كنت بوديكم شنو يعني انا دل رايح. لا انا كنت بروح مكان عند كاشان طريق فرود وجميل جدا ينتهي في قلعة اثرية وبحيرة وهو مقصد الادفنتشرية والزوار ويروحون هذا المكان. مكان وايد 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 حلو عاجبني بالصور وشفت له كم عرض كنت بروح له لكن الجو ما راح يساعدني. الجو ممكن يسبب لي مشكلة داخل البر. الهواء قوي وشديد ما ينفع ابدا. يعني الحين انا بمكان ذرة بس قوة الهواء يعني انا مريت بعواصف كثيرة لكن هذا لا كان يشيلني انا والدراجة. باش البلدي ها؟ باش خيلي خو باش ايراني. نعم. وهذا غير على الفندق شكله احلى. هذا هذا موتور؟ ايه موتور. هذا عراق؟ هذا كويت. كويت عليه باش تشاش. هذا فور شوف هذا ما شوقني الاش الا هني صراحه. يعني شفت الاش اكثر مره وكليته بس هني شوقني. والله لذيذ يا شباب.
قاعد يقول لي هذا برد، انت شلون طالع بهالبرد؟ قلت له انا عندي لبس مجهز، لبسي جاهز. قال هذا لبسك يعني؟ قلت له اي هذا يحميك من البرد. انت عطني اش الحين، عطني اش. انت عطني اش وانا ان شاء الله ادفع. ومن هنا اخواني المتابعين في كل مكان احييكم، وان شاء الله نكمل معاكم الطريق في حلقتنا المقبله ونحن متجهين الى طهران. شكرا لكم، محدثكم واخوكم كويتي ليدر من نياصر. شوف شوف، ومساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. قاعد من نوم انت كل هالنهار، مساكم الله بالخير. شيك.